التحاق أكثر من 12300 متكون على مستوى ولاية جيجل، حيث سيكون الافتتاح الرسمي على مستوى المركز اللي متواجدين فيه مركز التكوين المهني والتمهين العوانة. هذا الدخول اللي يعرف التحاق أكثر من 4600 متربص متكون جديد، منهم أكثر من 2000 متكون بالنسبة للمستفيدين من حيث البطالة. سيعرف تخصصات، فتح تخصصات لأول مرة على مستوى الولاية على غرار تربية المائيات المدمجة، الأسماك المدمجة مع الفلاحة، كذلك تصليح قوارب الصيد البحري بالريتيج، وكذلك تخصصات أخرى على غرار مساعد في الصحة الحيوانية، وكذا صيانة المعدات الطبية اللي هي مطلب على مستوى ولاية جيجل.